أفضل نادي القرن هو هي بالنقاط مش بعدد البطولات. دي يجب أن الناس كلها تعرفها ونعيدها مرة ومرتين وثلاثة. النقاط الأول ياخد كذا والتاني ياخد كذا والتلاتة ياخد كذا. كل فوز وكل دور بيتأهل له أي فريق له بوينتس بتضاف لرصيده. وبعدين لما اتعملت كمان بطولة أفريقيا بين مجموعات مجموعة واحد الأول والتاني والتالت والرابع بقى كل واحد ياخد برضو نقاط اختلفت فبالتالي تزودوا النقاط. يعني ما زالت النقاط هي الفيصل في حسم البطل. الجدل بقى اللي كان أثاره جمهور نادي الزمالك في الوقت ده أو أنصار نادي الزمالك إن قالوا إن النادي كان حاصل على دوري بعدد أكبر من نادي الأهلي. أيوة. فكانت دي الجدلية اللي أثاروها. وبالتالي يعني حتى البطولة الأوروبية برضو بالنقاط. ليه؟ لأنك أنت ممكن تطلع الأول مرتين والتاني عشر مرات واحد طلع ثلاث بطولات وما طلعش تاني خالص. فمش معقول تساوي واحد بيوصل نهائيات مستمرة بواحد. الحاجة التانية نادي الأهلي كان الأول في 2000 في سنه 2000 بالظبط. النادي الاهلي كان الاول والكوتوكو الثاني خد بالك والزمالك الثالث من خلال هذه النقاط. ما فيش اي حد اعترض لسنوات طويله. استمرنا فتره طويله ما حدش اعترض. جت فجاه كده ما اعرفش بعد 2008 او 2009 يعني في تصنيف نادي القرن كان الفائز باللقب النادي الاهلي. بعد النادي الاهلي ما توج نادي القرن كان اللي في المركز الثاني بحساب النقاط كوتوكو. وكوتوكو ما اعترضش. الاعتراض على التقييم ده والله اعتراض بعد كده. بعد كده بعد كده مش وقت اعلان النتيجه. قدم اعتراضه بعد كده قال لك انا كان المفروض اطلع كذا وكذا. المهم انا والله كان انا حتى بلغت السيد مصطفى فهمي هي باشمهندس مصطفى فهمي كان سكرتير الاتحاد لما كان المعايير دي اتحطت. قلت له يا ريتك كان تضيف بطل الدوري ياخد نقطه او ياخد نص نقطه. كان نادي الاهلي بطولات الدوري المحليه يعني ليه ما اضيفش بطولات الدوري المحليه؟ دي بطوله بس دي كانت عامل فارق اكبر كمان من النادي الاهلي عشان طبعا. كان بعد كده ما حدش هيشتكي. كنت بتقول لي يا ريتك بعد كده في 2000 قصدي في القرن اللي جاي يعني تحط بقى اللي خد بطولات الدوري اكتر يضاف لي هذه البطولات بحيث انه بنص نقطه ربع نقطه زي ما انت عايز. النادي الاهلي كان طبعا فرق جامد. فانا يعني بقول انه النقاط دي حسمت الموضوع. وهو الحقيقه حتى بحساب دوري الابطال النادي الاهلي فرق نقطه التفوق اللي كانت في وقت التقييم ده لصالح نادي الزمالك تفوق عليها في السنوات التاليه النادي الاهلي. أيوة. وحصل على البطوله الاكبر في افريقيا بعدد اكبر من المنافسين. انا بقول يعني اللي عايز بقى يقول والله مين نادي القرن واذا كان انت مش مقتنع ابعت شكوى رسميه وديها للاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي يعيد تاني هذا الامر ويشوف يحسم النقاط من جديد. لا لو دخلنا نقاط الدوري صراحه مش هيبقى فيه منافسه. لا بقول لك انا طلبت تدخل نقاط الدوري عشان كانت حسمت الموضوع ما حدش كان هيتكلم. مش هيبقى فيه منافسه بس طبعا هو قال لك البطولات القاريه بس البطولات القاريه والبطولات الدوليه. فانا طبعا بقول انه نادي القرن يعني نادي القرن ده حقيقه نادي الاهلي لا جدال فيه وان هو في سنه 2000 كان وضعه افضل من نادي الزمالك ودي حاجه ما تزعلش. وهم طبعا ما اعترضوش الا بعد فتره وبيقولوا انه نادي الاهلي انه في ناس جامله النادي الاهلي مصطفى فهمي او وعيسى حياته وده كلام طبعا ما يصحش لانه دي كانت معايير محطوطه ومكتوبه وموثقه وفي جمعيه عموميه كانت موجوده. يعني صعب جدا انك انت تحاول يعني تخلي نادي على نادي في ظل وجود لجان موجوده وناس مسؤوله في الاتحاد الافريقي في ذلك الوقت. ولكن طبعا كل واحد بيطالب بحقه وده شيء طالب بيه بس بشكل رسمي ما تكتبش رايك تعمل احاديث صحفيه ابعت قول انا نادي القرن عايزين نحقق بالموضوع والاتحاد الافريقي هيجيب لجنه يشكلها ويرد عليك رد علمي ورسمي على كذا وادي النقاط اللي موجوده. وحضرتك لو عايز النقاط انا عندي طبعا كلها موجوده لو عايز في اي لحظه من اللحظات تتوري نعرض على الساده المشاهدين في يوم الايام بالتنسيق مع فريق الاعداد زملائنا انا مستعد اجيب لك كل الاوراق حوار لتحليل وتفنيد كل الارقام. ده هيبقى اكبر رد على اي حد يطلع من النقطه دي او بيقول انه كان فيها اي شائبه او اي شبهه مجامله للنادي الاهلي. نعرض عليهم طريقه حساب النقاط اللي حسمت الامر يعني بشكل قاطع للنادي الاهلي في التتويج.